الو الو ايوه مساء الورد. مساء الفل، ازيك يا تامر؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام يا رب دايما. قولي لي بقى، هل انت المنحوس ولا انت اللي صاحبه ولا اللي تعرفيه ولا ايه بالظبط؟ انا المنحوس بذاته. انت منحوس؟ لا اسالك في العموم، مش شايفه انا واخده لقب البومه كمان في العيله. لقب البومه؟ انت مش تعرفيني لدرجه ان انا كمان مديري جايب لي بومه حطها على مكتبي. انا يعني بقيت خلاص يعني مقتنعه بالامر الواقع ويعني متسلمه معاه ان انت منحوسه. عشان ما اتضايقش، يعني عشان ما اضايقش نفسي لما اتنحس وكده. ما اتضايقش، يعني ابقى متقبله وفاهمه وعارفه ان ده اللي هيحصل كده كده يعني. طب اسالك سؤال، هو عادة يعني في جميع حالات النحس ولا الحظ بيبقى في حتة كده البني آدم فينا بيتجلى بقى، يعني بيتجلي كده بقى، عارفة في قمته بقى، في أعلى حالاته الإبداعية، إمتى كنت في قمة نحسك؟ يعني هو أنا في قمة نحسي من ساعة ما اتجوزت مع جوزي. الله ينور، يعني الله ينور، يعني الله يبشرك يا شيخة. لا مش قصدي كده، لا بس يعني بدات في حته مثلا ان هو عاوز يكون مثلا وعدني ان هو هيخرج معايا مسافرين، فانا دايما ببقى منحوسه في ان هو ده ما بيحصلش، يعني بيجي له مثلا شغل او كده، فانا بقيت خلاص بتوقع يعني. بيتي عارفه خلاص. طب اسالك سؤال، هل انت عملتي حاجه بقى عشان تطلعي بره النحس ده؟ لا يعني ما حاولتش. لا. طب ليه استسلمتي للامر؟ اوكي تمام. طب انت ايه اكتر حاجه نفسك فيها انك ما تتنحس هي كمان؟ يعني انت دلوقتي منحوسه في علاقتك الزوجيه وفي الشغل، فاضلك ايه بقى؟ يعني علاقتك العائليه اخبارها ايه؟ لا يعني دي كويسه الحمد لله لحد دلوقتي، دي اللي باقيه لي. طيب ماشي، نورتيني، بشكرك. نسي بس ثانيه واحده. إيه؟ انا عايزه اختار اغنيه. طيب اختاري اغنيه. بس اسالك سؤال، بعد اللي انت قلتيه ده كله، هل تعتقد انها هلعب لك اغنيه؟ كملي نحسن بقى يعني هتبقى انت والزمن عليا. بالظبط، يعني هل انا اللي هغير فكره وجه يعني حياتي كلها؟ لا خلاص، عايزه اغنيه ايه؟ بس انا كنت اقول لك تلعب لي مصطفى قمر، بس طالما لعبت الاغنيه فاتت خليها هشام عباس بقى. خلاص من عينيا اليسا اهي، يلا استمتعي بيها، بشكرك.